جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم وسألهم مبتدئا بأبي بكر: ماذا تحب من الدنيا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أحب من الدنيا ثلاثا: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. وأنت يا عمر؟ قال: أحب ثلاثا: أمر بالمعروف ولو كان سرا، ونهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. وأنت يا عثمان؟ قال: أحب ثلاثا: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وأنت يا علي؟ قال: أحب ثلاثا: إكرام الضيف، والصوم بالصيف، وضرب العدو بالسيف. ثم سأل أبا ذر الغفاري: وأنت يا أبا ذر، ماذا تحب في الدنيا؟ قال أبو ذر: أحب من الدنيا ثلاثا: الجوع، والمرض، والموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فقال أبو ذر: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخفى ذنبي، وأحب الموت لألقى ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحينئذ تنزل جبريل عليه السلام وأقرأهم السلام، وقال: وأنا أحب من دنياكم ثلاثا: تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء وتنزل مرة أخرى وقال: الله عز وجل يقرأكم السلام ويقول: إنه يحب من دنياكم ثلاثا: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: أولا قراءة القرآن كله، ثانيا التصدق ب4000 درهم، ثالثا زيارة الكعبة، رابعا حفظ مكانك في الجنة، خامسا إرضاء الخصوم. قال علي: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أولا، إذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات فقد قرأت القرآن كله. ثانيا، إذا قرأت الفاتحة 3 مرات فقد تصدقت ب4000 درهم. ثالثا، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فقد زرت الكعبة. رابعا، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 10 مرات فقد حفظت مكانك في الجنة. خامسا، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 10 مرات فقد أرضيت الخصوم. ولتعلم يا من يقرأ بأن الله يراك، ولتختبر قوة إيمانك ومدى تأثير الشيطان، ولتعلم بأن إعادة إرسالها لن يكلفك الشيء الكثير بل سيزيد من أجرك، وأنها لصدقة جارية تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم اغفر وتب واستر وتقبل، ووفق من ساعد في نشرها وكتبها ولوالديهم ومن أمن عليها. يا حي يا قيوم، أنر وجوههم وزدهم إيمانا، واستر عليهم في الدنيا ويوم العرض. اللهم آمين آمين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الملائكة جبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم وعفى عنهم وغفر لهم إلا 4. فقالوا: من هؤلاء 4؟ قال: مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع الرحم، ومشاحن. قيل: يا رسول الله، ومن المشاحن؟ قال: المصارم، يعني الذي لا يكلم أخاه فوق 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب الجنة. هل تعلم ما هو فضل سورة الفاتحة؟ إذا كنت مسلما ضع لايك وأذكر الله. فالتعليقات: أعظم سورة في القرآن. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟
ثم قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة المسلم إلا بقراءة سورة الفاتحة، فيها جمعت بين أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيها شفاء للقلوب والأبدان، تتضمن جميع معاني الكتب السماوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق وشر ما فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فيقال قبل النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتلك الأذكار وغيرها من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم